هيئة الرقابة الإدارية بنرسل شهريا الأسطوانات اللي عليها أسماء المستفيدين للتأكد من ربطها بقواعد البيانات القومية الأخرى. التسجيل والقبول ده استعراض سريع، احنا ابتدينا في مارس 2015، المسجلين هنا هم 5 مليون أسرة، واللي أخدوا منهم فعلا دعم نقدي 2,242,000 أسرة. في تسارع في التسجيل مع التقدم بتاع المشروع من مارس 2015 حتى 31 ديسمبر 2017. احنا في صرفية 15 يناير الأعداد زادت عن كده. الدعم المنصرف هنا دول 15 مليار، هو الدعم المنصرف فقط على تكافل وكرامة من يوم ما ابتدى. ده البرنامج الجديد اللي أضفناه في وزارة التضامن. ال 15 مليار دول مهم حضرتك نشوف الصعيد راح منه، راح قد إيه منهم للصعيد. المسجلين بقاعدة بيانات تكافل وكرامة في الصعيد، احنا هذا البرنامج منحاز للصعيد ولمحافظات الصعيد لعدة أسباب. اولا لان الحكومه على قناعه ان انا الاوان الاهتمام بالصعيد، والحقيقه تقديم كل سبل الحمايه وتغطيته بشبكه حمايه اجتماعيه. الحاجه الثانيه انه حجم الاستثمارات في الصعيد كان اقل من المحافظات الاخرى، وبالتالي فرص العمل والكسب اقل. الحاجه الثالثه ان احنا لما حللنا قاعده بيانات معاش الضمان الاجتماعي، لقينا ان معظم الحاصلين على الضمان موجودين في الحاضر او في وجه بحري. لكن كان زي ما يمكن عرض الدكتور علي المصلحي في شبكة توزيع الجمعيات الأهلية، العدد اللي موجود في الصعيد أقل كثيرا من وجه بحري. 65% من المسجلين الأسر المسجلة في البرنامج موجودة في الصعيد.